هنوجه كلمة صغيرة جدا لإدارة الجامعات ووزارة التعليم العالي وكل المجلس الأعلى للجامعات وأي سلطة تنفيذية في مصر. إحنا الحركة الطلابية كنا في قلب ثورة 25 يناير، ومرضناش بأي ظلم ولا هنرضى بأي ظلم. دلسوا كما تشاءون، زوروا كما تشاءون، لن تستطيعوا كبت جماحنا، ولن تستطيعوا الوقوف أمام طوفان الطلاب. إحنا خلصنا واتخرجنا، لكن لسه في جيل جديد طالع، مش هتقدروا تقفوا في وشه لو فضلتوا ماشيين على نفس النمط والهمجية اللي أنتوا بتتعاملوا بيها. للأسف جميعكم تتشاركون وتتوارثون جين الغباء السياسي، كلكم بتتشاركوا في جين الغباء، إن كلكم بتتعاملوا بمنطق تأجيل وليس المواجهة. أنت بتأجل مش بتحل، يعني أنت بتأجل مواجهة محتومة مش بتحل الموقف. انت دلوقتي شايف ان في ضعف في الحركة الطلابية، فبتحاول ان انت تستفزهم وبتستنهك كل قواهم ان هم بيتخرجوا وبيخلصوا واحد ورا التاني، لكن معرفوش ان في جيل جديد طالع هيكون اقوى من الجيل اللي قبله، وهو اللي هيعمل الثورة على كل الفساد اللي موجود في الجامعات المصرية. دي نقطة. القمع ما هو الا بذور للثورة. البذور دي انتوا هتزرعوها لكن مش هتلحقوا تحصدوها، لان الطوفان اللي هيجي من الطلاب، الشباب اللي مش هيسكت على حقوقه، والشباب اللي مش هيرضى ان حد ينتهك خصوصياته، هو اللي هيجي وهيشكوا كلكم من مناصبكم زي ما حصلت قبل كده، وكنتم بتتوددوا عشان تتكلموا مع الحركات الطلابية بعد ثورة 25 يناير، وكل واحد يتباهى ان هو اللي وقف مع الاتحاد وهو اللي كان بيدعم الاتحاد. دلوقتي انتوا كلكم واقفين ضد الاتحاد. وعد مننا هترجعوا لنفس النقطة دي تاني، لأن انتوا مش هتدوموا كثيرا في مناصبكم. كلمة قالها لنا أكبر رأس في جامعة عين شمس، لو حصل واتغير قانون تنظيم الجامعات ورجع بالتعيين أنا هسيب الكرسي بتاعي من بكرة. مش فاكر الكلمة دي؟ طيب هو قانون تنظيم الجامعات اتغير بقاله قد إيه يا شباب؟ كتير جدا، ما شفناش حد غير منصبه. ليه؟ لان انتوا بتبقوا ماسكين في الكراسي، اهم حاجه عندكم من روح الطلبه، من 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 العقيده التربويه اللي انتوا بتقدموها للطلبه كاساتذه جامعيين، ما عندكوش اي فكر غير ان انتوا تحافظوا على الكراسي بتاعتكم. اسف للاطاله، بس ده جزء لا يتجزا من واقع عشناه على مدار سنتين. انتصرنا في كثير من لحظاته، لكن برضو في فتره ما كناش قادرين ان احنا نكمل، فكنا بنستعين بزمايلنا من الحركات الطلابيه. لما ما قدرناش نكمل على في نهايه المطاف اعلنا الاستقاله، وكانت مسببه، واعتقد الكل كان عارف اللي بيحصل في كواليس الجامعه واداره الجامعه ماشي ازاي. اسف الاطاره مره تانية، وزمايلي هيكملوا. شكرا.